ريحة الأكل البيتي قلب البيت من ساعة ما دخلت الشقة. ده أكل أمه مش كده؟ أنت روحت العزومة من ورايا يا بت. واحدة عزمتني ومتعشمة وبتتكلم بسلامة نية، أكسر بخاطرها ليه؟ من إمتى وإحنا بنكسر بخاطر الناس؟ قابلتيه يا بت؟ انطقي. طبعاً قابلتيه ورحتي وقعدتي وكلتي معاه عشان يبقى عيش وملح، وامه منى عينها وتتحرق فاطمه. الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي ياما، وانت لسه شفتي طريقه؟ ده انا هطلع عينك. طالما الدلع والمداديه هيخلوكي تضيعي روحك وتيجي على مصلحتك. ليه كده ياما؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما انا مش بعد ما ربي واكبر ويتحرق دمي عشان نطلع لفوق واخليكي بني ادمه اشوفك بعيني وانت بترفصي النعمه. كل عقلك الدكتور؟ نسيتي انه مش شبهنا؟ زي ما قرايب ابويا ما كانوش شبهنا واتكونا بيهم اول ما قربنا. نسيتي؟ جرالك ايه يا فاطمه؟ انا مش واقفه قدامك يا ضنايا عشان تديني درس، انا اللي اديكي مليون درس. الواد ده مالكيش دعوه بيه خالص، واذا كان على امه انا هعرف ازاي اوقفها عند حدها عشان لا تقرب مننا ولا حتى تفكر. والدكتور انا هكلمه واقول له انك مكسوفه من اللي انت عملتيه، وهنقابل ابوه وامه ورجلك فوق رقبتك. وغوري بقى خشي اوضتك عشان انا على اخري ومش عايزه امد ايدي عليكي. Watch it.